احنا الان بصدد تقديم اخر كتاب هو الذي يحمل عنوان تشريح الحب، وهو عباره عن قراءات متقاطعه للعلوم الانسانيه في موضوع الحب. فعاده الحب هو موضوع المفضل ديال الشعراء والادباء والفنانين في الفنون الاخرى، ولكن العلوم الإنسانية غير معتادة على أنها تطرق لهذا الموضوع. لهذا كانت هذه المحاولة أننا نتقرب لهذا الموضوع بالإنصات إلى العلوم الإنسانية، السوسيولوجيا، الأنثروبولوجيا، علم النفس، وأيضا مباحث قريبة منها بحال الفلسفة. وهذا كله كتحاول تخرج بواحد صورة تركيبية ديال الحب كما يعاش في الواقع، وليس كما يتخيل وكما يتصوره إذن الشعراء والفنانون، ولكن كما هو على أرض الواقع.